المجلس التشريعي ثم رئاسة مجلس الشورى، كما ترأس الكثير من الجمعيات الأدبية والعلمية، وكذلك الإشراف على مالية الكويت، ومن ثم قاد حركة النهضة قيادة راشدة. أما الأماكن التي سميت باسمه ضاحية عبد الله السالم، وهي إحدى المناطق السكنية في الكويت، قاعة عبد الله السالم وهي القاعة الرئيسية في مجلس الأمة الكويتية، مجمع أحواض عبد الله السالم الأولمبي في نادي القادسية الكويتية، مركز عبد الله السالم الثقافي في منطقة الشعب البحري، قصر عبد الله السالم الصباح في فرجان، ثانوية عبد الله السالم الصباح، وكانت الأرض التي توجد بها المدرسة ملكا له، لكنه تبرع بها إلى وزارة التربية، وتقع المدرسة بالقرب من قصره. مركز عبد الله السالم لإعداد القادة الرياضيين في منطقة الخالدية. مدرسة عبد الله السالم في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشارع عبد الله السالم الصباح في مدينة الكويت. ألقابه الشيخ عبد الله السالم الصباح كان له الكثير من الألقاب التي كان يطلقها عليه الشعب، منها أبو الدستور، أبو الاستقلال، أبو النهضة الحديثة، أبو الخير، وأبو الأيتام، وأبو الكويت. من أقواله رحمه الله: إن ثروة الكويت ملك للشعب وأنا حارسها،